جمهور الاهلي في المواجهه هذه خطيره كره لمصلحه فريق انبا رائعه يا مراد خطيره هذه الكره خطيره هذه الكره واول اهداف فريق انبا اول اهداف فريق انبا نيجيري يتمكن ال15 عدم المتابعه الجيده رائعه يا مراد في المره الاولى ولكن في المره الثانيه يجي 15 ويسجل جول إذن أول أهداف فريق إنبا النيجيري في ملعب شهداء بنينة شوف الإعادة أكثر من لقطة وهدف قادر الأهلي بعون الله تمشي دان كرة لمصلحة فريق الأهلي للترهوني يرفع كرة عالية في اتجاه روسي بجميل هي هي بالفعل هي 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 بالفعل يجيبها ولد الأهلي يجيبها ولد الأهلي يجيبها الأهلي قلت الأهلي قلت الأهلي بعون الله قادر أن يفرحنا ويفرح جمهور الجزارة إحسان طقطقة اليوم بعون الله تعيشي ويعيش الاهلاوي هذه كره لويه هذه رصيد حسين طقطق رايح يا طقطق فنان يا طقطق حلو يا طقطق والله والاحلى هي الترهوني شوفوا شوفوا كيف لعب الكره كيف ارتقى هز الشيء سلامه فضل سلامه هي هي بالفعل هي بالفعل هي هي بالفعل هي جول ثاني لفريق الاهلي جول ثاني لفريق الاهلي يتمكن فريق الاهلي مع انطلاقه فضل سلامه لعب الكره لعب الكره العرضيه انتهاء دقائق الشوط الاول تحديدا في دقيقه 41 شوفوا شوفوا كيف المدافع سجل هدف في الباب يعني سجل هدف في الشباكه شوفوا كيف لعبها فضل سلامه خطيره لفضل سلامه تمشي الان كره خطيره لمصلحه فريق انبا خطيره هذه الكره ولكن فضل سلامات لا هذه الكره اللي ما كناش نتمناها ولكن هذه الكرة والتسديد اللي عادت من القائم والمرة الثانية ترجع كرة الآن إلى زكريا منصوري زكريا يلعب كرة عرضية خطيرة هي بالفعل هي بالفعل هي 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 جول 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 أهلاوي جول أهلاوي جول أهلاوي مع فرحة جمهور الجزارة يسجل الأهلي الثالث شوفوا فريق الأهلي إذن كما أشرت وكما قلت يجيبها فاضل سلامة يجيبها فاضل سلامة رائع يا فاضل جبت الثاني وجبت الثالث إذن الفتى الذهبي لفريق الأهلي فاضل سلامة شوفوا زكريا مصوري كيف لعب الكرة كيف استقبلها فاضل كيف لعب إيمو اللي يلعب كرة خطيرة هي لا هي لا هي بالفعل قلنا نركزوا يا شباب يعني مراد بعتها يعني أكثر من لاعب يعني جاء من الخلف لاعب فريق انبا واستغل عودة الكرة من مراد وسجل يا صهيب يلعب كرة عالية خطيرة هذه الكرة بالرأس هي بالفعل هي بالفعل هي رابع الأهداف الأهلي شوفوا الكرة شوفوا حمادي بالرأس عانقت شباك الحارس النيجيري شوفوا حمادي بالرأس ضم والهدف الرابع